السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيكون ريفيو عن غسولين من كلين اند كلير. في بنات كتير بتبقى حابة تستخدم غسول، بس صراحة اسعارهم دلوقتي غليت قوي. فالغسولين اللي انا هقولهم هتكلم عنهم النهاردة سعرهم كويس بالنسبة للغسولات التانية. كلين اند كلير مش دايما منتجاتها كويسة، بس حقيقي يعني المنتجين دول الغسولين دول كويسين جدا وسعرهم كويس. فيلا نعرف تجربتي معاهم كانت عاملة ازاي وهل هما كانوا كويسين ولا لأ. اول غسول اللي هو لونه ازرق او اخضر، مش عارفة هو في الحقيقة لون وفي التصوير لون، يعني المهم هو صورته اللي هتيجي تظهر قدامكم دلوقتي. هو بالنعناع، فلما تغسلوا بشرتكم بيه هتحسوا بانتعاش كده، هو للتنظيف العميق وبينظف المسام كويس قوي، بس ما ينفعش للبشرة الحساسة ولا البشرة الجافة. وبعد ما تستخدم يعني بعد ما تستخدموه حطوا بعده بقى اي كريم مرطب او سيرم، بحلو قوي. الغسول التاني ده اللي انا حبيته جدا 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 اللي هو الاصفر ده، هو غسول للنهار، بيخلي الوش فيه نضارة كده، هو بالليمون، مش بيعمل رغوة كتير، هو خفيف كده على البشرة، في نفس الوقت بينظف كويس جدا وبيخلي البشرة وردي كده. لو بشرتك مجهدة او حاجة فاستخدميه، هو حلو قوي. الاتنين فيهم حبيبات صغيرة كده، والاصفر ده فيه حاجة عاملة زي الجليتر كده، فهو يعني عسول قوي كده. والاصفر ده ينفع لكل انواع البشره، بس ما ينفعش للجافه. لو حد بشرته جافه وهيستخدمه لازم معاه مرطب يكون ترطيبه عالي قوي، لان هيجفف بشرتهم جدا يعني. بس كده، دي كانت تجربتي معاهم، ويارب يكون الفيديو عجبكم. وسعرهم حوالي كان 60 أو 70 جنيه، مش فاكره، بس هما كان سعرهم كويس. وممكن تستنوا يعني لو في صيدليات بتعمل خصومات او سوبر ماركت او حاجة ممكن تلاقوهم فيه، بس بجد الاتنين كويسين جدا بالنسبة للغسولات التانية. ولو حد جربهم ياريت يسيب لي في الكومنتات تحت تجربته معاهم كانت عاملة ازاي، ونتقابل في فيديو جديد، والسلام.